يا اهلا ويا اهلا والله فيكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. حنبدا اليوم مقطع جديد، بس قبل ما نبدا لا تنسوا تحطوا اللايك اذا عجبكم المقطع، واذا ما عجبكم اكتبوا بالكومنتات الحاجه اللي ما عجبتكم عشان احاول اصلحها. صار لي فتره ما صورت، يعني انتم يمكن قاعد تشوفوا المقاطع بشكل مترتب وما في انقطاع ولا اي حاجه، بس انا من النوع اللي اصور اكثر من مقطع ومنتجه واضبطه وكل حاجه وأدرجه في جدول اليوتيوب، ويصير هو يترسل يعني كل جمعة الساعة 7 تلقائي، حتى لو أنا ماني موجودة، حتى لو ما في نت أو يعني كذا. ف تقريبا عندي 6 مقاطع أنا يعني الآن مدروجة في اليوتيوب، ويعني تقريبا 1.5 شهر أنا مفروض ما أسوي ولا حاجة وأكون مرتاحة، بس أحس اشتقت لجو التصوير والبهدلة والخربطة والأدوات وزي كذا، فقلت اليوم اني ما اصور. والصراحة وانا قاعدة اشوف واحدة من السامات في اليوتيوب، شفتها حولت شخصية من شخصية كرتون الى شخصية انمي، ف انه انا كمان ما اسويها. ف انا اوريدي في 3 شخصيات في بالي المفروض اني ابغى اسويهم، بس اليوم راح نختار واحد وراح اسوي واحد. فيب راح اولا اختار بين جامبل وشخصية البيتزا اللي في العم جدو اتوقع او شي زي كذا ما ادري، وكمان راح اختار شهاب اللي في مسلسل رجل التبصير او عالم التبصير او رودي تابوتي ما اعرف اسمه. المهم جبت ورقة صراحة، ما عليكم من الكلام هذا، كنت قاعدة أسوي طلعت روح الشاعر اللي في داخلي سامي اللي هو البيتزا. عاول أقصهم بنفس الشكل عشان ما تلخبطوا. طلعت البيتزا حمص. انا اصلا كان ودي بشهاب نجم، لانه الصراحة جهزت ورتبت الاشياء بلون ازرق عشان انه اوه شهاب يا رب يطلع لي شهاب، بس للاسف طلع لي بيتزا. بس اتس اوكي، يعني انا اوريدي راح ارسمهم كلهم، بس اليوم حنبدا او اول واحد حنبدا فيه اللي هو البيتزا، راح اروح ارسمه وارجع لكم. طبعا رسمت الشخصية، وعلى فكرة ما هي شخصيتي اللي أنا خصصتها، يعني شفت من يوتيوب، شفت من بنترست، شفت من جوجل، لأن تركبت شخصية في بالي جيت أرسمها. ما حبيت أحبرها باللون الأسود ويكون كذا كله أسود، وما ما يعني حبيت كذا يكون فيه ألوان. بس النظارة الوحيدة اللي لونتها باللون الأسود. أعطيت الرسمة كم ساعتين 3 ساعات لين يمسك التحبير في الورقة وما يلف يوم أو يعني يطلع يوم أمسحة. والشعر ما حبيت أحبره بلون معين، حبيته يكون كده لون أصفر كله نفس الدرجة. بعدها حبيت أغير الألوان لأني أنا كنت حاطة كلها ألوان زرقاء، فغيرت الألوان شبيهة باللون الأصفر والمنقاوي والأحمر عشان البيبروني اللي في البيتزا. جيتكم بعد ما رسمته وحبرته، وشوفوا كيف صار. للأسف للأسف يوم جيت أمسح التحبير أو أمسح يعني المرسام، اللون الأسود يعني لابد من إنه يطلع أو يعني يظهر بصمته، بس اتس اوكي الحياة حلوة. طيب طلعت الألوان اللي راح نحتاجها اللي هي أغلب الألوان البيتزا مع لونين من ألوان البشرة، وهذه ألوان بيتزا وألوان شعر كمان راح أستخدم في ألوان الشعر ألوان خشبية. طيب خلينا نبدأ مع بعض.
اولا بما انه البشره راح نبدا بلون البشره، ما ادري ليه احب ابدا دائما بلون البشره، اعطيني كده طابع واحساس بداية جميلة. بداية تلوين البشرة، أنا أحب دائما يوم ألون البشرة أختار اللون الغامق اللي هو الظل، بعدين ألون لون البشرة الأصلي، طيب لونت الظل وبعدها على طول ابتديت بتلوين البشرة، وكان اللون أساسا قريب إنه يخلص فكان مو واضح مرة، بس في الواقع واضح بس بالتصوير هو مو واضح يعني. I love it. ما أدري أنا دائما ألخبط بينهم هالاثنين، واحد منهم فاتح واحد منهم واضح، بس ما أبغى أجرب على هذا الثينج الفاتح، لا هذا الغامق. بعدها على طول لونت الأشياء الحمراء اللي هي تقريبا زي البيبروني أو هذه القطع الحمراء اللي يحطوها في البيتزا، ما أعرف اسمها بالضبط بس أتوقع إنه اسمها بيبروني. المهم إنه بديت فيها، وعلى طول بعدها بديت في تلوين الملابس، وطبعا هنا عكست واخترت اللون الأفتح، بعدين سويت الظل باللون الأغمق. زي ما انتم شايفين في خطوط في التلوين، بس هذا من اللون نفسه مو مني أنا، لأنه اللون بدأ يخلص وبدأ ينشف فقاعد يسوي حركات جدا تغث. اخترت الشعر يكون اصفر او يعني لون افتح من لون الملابس، عشان تعرفوا الدائرة اللي تكون على حواف البيتزا دايما تكون يكون لونها افتح من لون البيتزا اللي موجود. انا ما عارفة كيف افهمكم، بس راح احط لكم صورة توضح لكم الشيء اللي انا ودي اوصله. حبيت اختار هذا اللون عشان كذا يكون شكله مناسب، وهذه هي النتيجة. كان الموضوع شوي سهل بس أنا حبيت أني يعني أسويه كمقطع، أنه المقطع رح يكون بسيط ويمكن 5 دقائق أو 6 دقائق، بس رح أحاول أضيف أشياء زيادة وتخليه على الأقل 10 دقائق. فهنا سويت لي فطور لأني أساسا كنت تو صاحية ولسه ما فطرت ولا شيء، على طول دخلت في موضوع المقطع فسويت الفطور، سويت لي جبنة مع مربى وزي كذا، مرة أحب هذا الفطور، هذا حرفيا أحلى فطور بالنسبة لي أنا أسويه، وأحمصه شوي في الميكروويف أو في قلاية إذا يكون كذا مقمر، مرة أحبه. اخترت معاه أشرب عصير ريتا، وهذا كان شكل السماء في الظهر، المفروض يكون في شمس بس الحمد لله كان الجو مرة لطيف ومرة حلو، وحتى ما أخذت مكيف. وبس يا حلوين، هذا كان مقطعنا اليوم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيه عشان يوصلكم كل جديد، اكتبوا لي اشياء حلوة بالكومنتات، اكتبوا لي افكار اسويها معاكم، ومع السلامة.